فان دام والجلسة. نساء سلسبيل، زميلنا سلسبيل. إذا سلسبيل، مساء النور، مساء الحب، مساء الود. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. فان دام طحت فان وبقات دان، ياك؟ ده فاندا لا لا، بالي بشات فاندا بقى لا فان دام. لا فاندا لا لا، هو كلا شويه ان شاء الله، راه قريبه رجلي تولي مزيان ان شاء الله، ونرجعوا الرياضه ديالنا كما نقول. فان دام دق دق العظام. المضحكات المبكيه حقيقه مشاهدينا الكرام. اذا اسعد الله مساءكم كلكم. اكيد شفتوا الفيديو اللي خلق ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصبح ترند وتوندونس. الكل يتحدث عن فان دام، لا حديث في السوشيال ميديا الا عن فان دام. سلسبيل فين مشى فان دام؟ وفين غبر فان دام؟ وشنو دار فان دام؟ شد الحركه درتي لبنتك بعدا؟ لا تندير لها بحال هكا باش كنخلعها، راه كتمشي تاكل رايح حلوه وتخلع طايحه البنت تبلا. دابا لابس كسوه تخلي البنت تاكل بخاطر. لا انا كنتصرف مع ماني نطيح هكا، كنخلع غير كنخلعهم كتخلعهم مع الخلعات القمني. امي ما كتضحك. كنتواجدوا مشاهدينا الكرام في بيت عادل الشهير موت ريبورتور فان دام. فان دام نعسنا فقنا إذا بإحدى الشابات سيرة ماما ليها. أكيد كلكم شفتوا الفيديو اللي خرجت معايا في إحدى الشابات تتهم عادل موت ريبورتور الشهير فان دام بالاستغلال والتحرش والنصب والاحتيال وما إلى ذلك. اتهامات كثيرة جاءت على لسان، قول لها تسكت حبيبة، جاءت على لسان هذه الشابة التي قالت ما لم يقله مالك في الخمر في حق موت ريبورتور. حق الرد مكفول للجميع. موت ريبورتور بغى حق الرد. اجي نسمع موت ريبورتور اش غايقول. فين غبرتي بعدها؟ اختي ما لقيتها، والرجيله مريضه ليا فهمتي، باقا مريضه وباقي كنعرج بيها من نهار نهار هربتي. من النهار اللي هربت. ماشي هربت، شوف انا هذاك النهار هما علاش انا هربت بعدها. اول يلا حاجه علاش هربتي؟ هما جوج. الناس بعدا كتقول السلام عليكم وعليكم للمشاهدين. السلام مشاهدين خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذه سنه 2024 ان شاء الله يا ربي تدخل علينا بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر ان شاء الله. ويخلي لكم ميتكم. اما قضيه الهروب اختي سميره، انا ما عرفتش غير باش ديرها في بالك، هما جوج ياك. الطبيب قال لي ممنوع الدابس قال من 10 الناس. انت باقي مصر على قضيه انا الطبيب؟ شوفي اختي العزيزه، انا لو كان ما كليتش رجليا ديك النهار، كون ما كليتهاش في رجليا كنت كلو كان هما جاوني 10 كنت ما غاديش نهرب. حق هما جاوني جوج، الطبيب قال لي شوف يا اما ما تدابش يا اما هرب. جوج حوايج لا ما تنهضرش. واخا دابا انا بغيت نسولك، وي اختي عاد نمشيو للموضوع المهم. فرضا ان شي حد مثلا خرج لك وهو يحمل سلاح ابيض، بغى يجريسيك، بغى يتعدى عليك، خص ضروري يكون 10. عندي طريقه باش نحيد ليه السلاح. ياك لو كان شوف تعلمت انا في الرياضه المتر ديالي ملي كنت صغير، انا كنت نمارس الرياضه الحمد لله ما كندير حتى شي حاجه. اول حاجه كندير لي واحد الحركه، هاد الحركه ما عارفيناش، وبغيت نوصلها حتى الناس اللي معايا مساكن كيتفرجوا يستافدوا شويه. انسان جاب موس، ديري دابا انت مثلا بغيتي تضربيني بموس مثلا انا غنضربك غير بيدي، انا كاع مثلا بقى موس نلعب شويه يدك وبغيتي زعما هكا هكا ديك اللعبه طق 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 مشيتي فيها طق طق طق. كنهضر معاك يا سميره، انا راه كنهضر معاك الزوجه ديالك كنهضر معاك. هذيك طق طق هي فين كتفرغي داك فهمتي الطاقه ديالك. عادي العرب بان الناس داك النهار بقاو كيتهموك انك باغي دير البوز وداك غير بوز، وان الشباب راهم طلعوا معايا في البرنامج وقلنا احنا درنا لهم تنازل وما الى ذلك. اللي كيقول لك بوز واش موت ريبورتور اختي سميره واش محتاج انه يدير البوز؟ الحمد لله انا معروف عند خوتي المغاربه، ونهار اللي خرجت السوشيال ميديا في 2019 عرفوني خوتي المغاربه بملك الكلاشات والغني على التعريف الحمد لله.
كنشكر ربي وكنحمدو، كيعرفوا لي الناس داخل الوطن وخارج الوطن ومن بين الدول في الجزائر، وناس تونس وتيدخلوا عندي اللايفات وبزاف، وكيكومونطيو ليا وكومونطيرات زوينه. مع ذلك كاين شي كومونطيرات خايبه اللي قليله، الحمد لله ما يمكنش كلشي غادي يكون شي غادي يكون كومونطيرات كاملين ايجابيه. واخا اكيد شفتي في البرنامج دازو معايا سيف الدين وحماده، تفرجتي في الحلقه فوالا سمعتي انهم قالوا وميمه اجي هنا باش انهم قالوا بانك تمشي حدا الترابو ديال فريق الجيش الملكي العائله وكتسيء اليوم، ما حقيقه هذا الادعاء؟ اختي العزيزه هذه والله ما منا شي انت حاجه. رجوي؟ بلاتي بلاتي، انا خبزاوي، انا ماشي رجاوي، انا خبزاوي. او انكر انتماءك. انا شوف اسمي لي، انا ابن مدينه الرباط، انا ولد يعقوب منصور زياده وخلق، ولد لبيتات، كنت لبيتات نهز فيها، انا كي خلقيت الوالد ديالي رباطي، جدودي الله يرحمهم رباطيين، الاصل ديالي انا رباطي، رباطي بير. انا ما عنديش علاقه بالكوره، انا كنت ديال فطرت الخبز للوليدات وكذا، اما هذه كان ديال قلتي كيصور في الدرابو وراه شي درابو ديال الكوره ولا كذا، انا هذاك ربما يكون 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 جا صدفه، بهذيك الوقيته اللي هربت انا تصورت شي لقطه. لا ما انا ولكن بعيد عن الكوره. هما قالوا بان كنتي كتمشي ديما تما كتصور حتى داك. لا اختي اقسم بالله، لا كان شي دليل يخرجوا به، عطينا شي دليل يخرجوا به. شوفي اختي انا ما كنديش على الهضره، واصلا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي كل مناورات، كل شيء كيهضر عليك يهضر بهذا، اللي يقول كلمه خايبه اللي يقول كي من اجل البوز، بنادم كيبغي يصنع البوز وصافي. واش فهمتي اختي؟ بالحق انا كنقول واحد المثل، واحد الكلاش كنقولوا، انا راه عارفين اخوتي المغاربه ما كيهموناش الى دواو، عارفين رواحنا شنو كنسواو. ما يهموناش، ما يهموناش الى دواو. لا لا والله تا نسيت عليها واحد الرب. تنسيتي على الاغنية نسيتي على نسيتي هربتي، خص يكونوا 10 دابز معهم. شوف يا اختي هذاك النهار والله ما عرف. شوف لان بالي جوج وغادي غادي غادي نطغى عليهم، فهمتي؟ جوج غادي غادي ما غاديش يبانوا قدام. ولكن راك طلعتي ولد الناس والتنازل اللي قدمتيه، فبرافو لك، لانه الناس كان كيحسب له مشاهداك باز وانت باغي تسمع الباز. لا والله ما بوز بالله، وباقي لدابا هو كان في رجلي، غير باش ما تقوليش راه وريتك الفيديو. وانا شوف الفيديو اللي بغيتي توريه لخوتي المغاربه وريه لي عادي، الفيديو اللي كنت صيفط راه وريته ذاك النهار في البرنامج، وقلت عطاني الموافقه نوريه، ورينا الناس وحكيت للناس انه كيفاش ما بعد الضجه التي اثيرت حول الفيديو، انه راه الامر تطور حتى لرجال الامن ودرنا التنازل وما الى ذلك. نمشيو سلسبيل. ايوا ما تخلعش الدريه بشوفو. شفتي البنت اللي اتهمتك بالنصب والاستغلال والتحرش؟ شفتي الفيديو؟ الفيديو شفتو اختي، صيفطوا لي واحد الصديق مسكين من المتابعين وقال لي شوف هذه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله تصدمت انا، وحق لا اله الا الله، بغيت هذاك الطعام اللي جبناه هنايا وكبرنا بها انا والمراه ديالي مسكينه، ومشينا عند الجزار وما خلينا ما تقدينا مع عند الجزار تي مولات الخير، ومشينا عند الخضار وما خدينا ما خدينا، والماند واش منك يا الحومات واش منك يا الدجاج. تخيلي وفي الاخر انسان واكل الطعام ديالك وجبتيه لدارك ومكبر به، وفي الاخر في الاخر هذاك الطعام تنساه. ولكن هذه درس، درس انا تعلمته انا واميمه. واخا انا غادي العظيم اختي سميره ما بقى يدخل عندي واحد الدار ما دوك صحاب السوشيال ميديا إلا, الا 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 القليل القليل القليل. واخا دابا واش الدار تفاح تاعها اوطيل مرحبا، اللي بغات دير البز جيب عندك الدار، الدار عندها حرمه، الدار فيها امراه مزوجه بعقد نكاح شرعي على السنه، بلاتي على سنه الله ورسوله، عندك جوج ملائكه في الدار، عندك تبارك الله ثلاثه دوليدات صلى على النبي. راه مشات المراجعه تقرا مسكين، راه كيبان لكم صغير راه عنده 33 عام وثلاثه البنيتات، والاب ديالك والام ديالك عايشين معاك، عايشين الحمد لله ياك، وراه ماشي اي حد من وانا ندخلوا لديورنا. اختي العزيزه دابا انتيا نقول لك واحد القضيه، انتي شركنا معك الطعام ياك شحال هذه، علاش انتيا اختي علاش انتيا وفيه بقيتي وفيه؟ كاين اللي انسان تيبقى وفي للطعام كيراعي لهذاك الطعام، ما يمكنش انا واحد يدخلني لدارو ويكبر بيا وفي الاخر وامشي نشد به انا هضره. واخا علاش غادي تجي تهمك السيده باطل؟ انا والله ما عرفت هذا واش بوز ولا والله ما عرفت، هذيك باغا تشهر بالعربيه. دابا لا اللي بغى يتشهر غيمشي يلصق لواحد الانسان شو ما باطل، تقربي حدايا شويه اميمه ما غاديش تبان في الكاميرا معنا الزوجه. ما تبانش انا، شوف انا واحد الانسان غير ديوتي،
انا مرتي في السوشيال ميديا من نهار اللي بديت ما كنبينش المدام ديالي في الاخر وما كتلعبش معايا تحديات. وخوتي المغاربه عارفين مطرب بورتور صاري من هذه الكلمه حتى يديني الله. انا ما عمري نبين المدام ديالي، وانا كنت عايش في براكه اختي، غير بيت فيه 2 مترو ماشي عيب تكون على عايش براكه وسهل عليك الله، اللهم تعالى يبارك اللهم تعالى يزيدك تحت ما سقفك، هذيك كتبقى حياتك واجل. انا الخاصه. فكرتيني اختي سميره، شكرا لك اللي فكرتيني. كتقولي لهم هي عندي 2 ديور ارشوف. اقسم بالله اختي سميره، وهذا كتاب الله، ها هو هذا كتاب الله، هذا كتاب الله. والله ما عندي 2 ديور، ولو كان عندي 2 ديور هي ماشي سوق، هي ما شاريه مشريه. والله ما عنديش 2 ديور اختي، عندي غير هاد الدويره. وعارف اللي كي ساكن في سكن اقتصادي، لو كان انا غادي نشري 2 ديور ما نشريهاش، نشريها شقه من غير السكن الاقتصادي. شريت 4 ديور انت حر. سكن رزقك هذاك ما سوق تحدك، مش تحد مشغول فيك. ما فهمتش انا اختي، والله ما فهمتش هذيك واش حمقى. هو غير سؤال، علاش هاد السيده بالضبط غتهمك انت من دون الناس كاملين؟ شنو السبب؟ دابا فين كتعرف بعدا انت هاد السيده؟ عاود لي دابا، تعاود لي فين كتعرف؟ وهي كدير تيك توك، هي كتدير تيك توك ياك، هي تدير تيك توك كذا. نهار اللي كان جات لهنايا ياك، جات لهنايا باش كانت تتصور، قالت لك بغات تصور شي حاجه، صورات، هضرت معها انايا واميمه، هضرنا معها، مشينا جبناها من الرباط، كانت هي في الرباط، جبتوها من الرباط. جبناها من الرباط ياك، في المحطه ديال المدينه، كاينه كاميرات، كاين كلشي الحمد لله. ما علينا، جبناها هنايا للتماره، جبناها عندنا هنايا للدار، رحبنا بها وكلناها وشربناها. والله اختي سميره شوفي قسما بالله، والله اختي ما خليت ما جبت. والله انا اي واحد، اي انسان كيبغي يجي لداري خاصني نكبر به. انا كريم من عند الله، انا كريم اقسم بالله الا كريم، عيني كبيره، كيبغي انسان اللي جاي عندي نبغي نكبر به. وهي ماشي حشومه ملي تجي انت تكبر به هنايا يومين، هي بايته معانا وكتطلع السطح كتصور، وصورات هنا في الدار. نقولك نسولك علاش غتدخل عندك واحد المراه غريبه ما كتعرفها، ما عارفها شكون هي ولا شنو دايره ولا شنو كدير، غادي مجرد ان وحده اتصلت بيا غادي نجيبها عندي للدار هنا. ما غنخليك انت شويه فاندام، شد راسك مزيان. انا شاد راسي مزيان مزيان مزيان. لا راعي دابا دابا رجلك شدي على رجلك، راه غادي ياكل قتله من عندي. تصبر رجلك وغندير انا واحد التحدي ان شاء الله. على الهواء. شكون بعدا اللي عطاني بعدا قال لي بغيت ندير معك تحدي، وقلت لي خليني تنبرا انا وغادي ندير معك تحدي. ما عتيقيش انت، هي والله ما عتيقي. والله بطل مغربي عنده 3 سنتينوار، هو تبارك الله بحالي بحاله. تايكواندو انا في تيكوالو، هو والله ما عرفت انا والتيكواندو ولا تيكوالو. انا سولته كي قال لي واش تيكواندو ولا في تيكوالو، قلت له انت واقيلا في تيكوالو. قلت له واش تقد عليا؟ قلت له صبر عليا نبرا رجلي. شوف خليك من البطل، خليك غير معايا انا. انا كنوعدكم مشاهدينا الكرام، انا ما في 1993 اعتزلت رياضه التايكواندو، ما بقيتش كنمارس التايكواندو، ولكن على هاد الصلابه اللي فاد مونتريبورتور غتلقاوني معاه في شي تحدي ان شاء الله. والله الا كان وعدكم قابل تحدي وتقدي انت على تحدي معايا انا. انت دابا راه شوفي اختي سميره، نقول لك واحد القضيه، انا قابله، انا قاده على التحدي. جوج منك ما يمكنش مشكل. يا بربي تنشر شمك وحق لا اله الا الله، تنشر شمك يا سميره. واسمحي لي ما نفوتش معك قدام خوتي المتابعين، ما نفوتش معك 3 ثواني. حلف بالله، والله العلي العظيم ما نفوتش معك 3 ثواني. عاود زيد حلف بالله، اقسم بالله العلي العظيم ما نفوتش معك 3 ثواني. يلا فوقاش نعطيك اخر مهله باش ناخذ باش نشدك من لسان قدام المشاهدين. مشاهدينا الكرام، انا كنتكلم صدقا، ما تنضحكش، انا كنتكلم بصح. فوقاش غتحس بان رجلك ولا بخير؟ دابا شوفي انت، دابا شتي رجيله ياك، ها رجيله غنجيبو ليه البطله، ها السعدي. لا اسمح لي انا، واخا تجيب لي ريكو فيرهوفن، انا راه ما يزعزعنيش من البلاصه. شكون هو؟ ريكو فيرهوفن، جيبي لي ما يزعزعنيش من البلاصه. ريكو فيرهوفن الله ينازل بدر، واحد الملاكم هو. ما علينا اخت العزيزه، بغيت نقول لك واحد القضيه. دابا انت كنتي بغيتي تدخلي معايا في تحديات. انا ما اعلن التحدي عبر الهواء، ويلا انا معاك. ودابا ها انت وليتي كتقول لي طريق نشوفوا واحد اخر. قلت لك غادي خوفا، عرفتي لا القي والعقليه ديالك دايره، وعرفتي لا رفقي والعقليه كدايره. انا قلت لك كاينه واحد البطله مغربيه كنت صورت معها بنت صغيرات، البطله المغربيه هاجر السعدي، حائزه على بطوله العالم، وحائزه على بطوله المغرب، وحائزه على بطوله افريقيا، وبطله اولمبيه. الا بغات تقبل معك التحدي غنجيبوها لك تهلا فيك. مزيان شوفي اختي، وانا قابله التحدي، قابله التحدي. المهم ماشي باش ندير معها تحدي وتجي فيها شي دقه وتصدق انايا تمشي تصيفطني. لا ما تخافش فوالا، انت قلتي 10 غادي تقول انا غنجمعوا لك 10 ديال الناس تخرج قدام المنابر.
تخرج قدام المنابر تقول لهم انا بكامل القوى العقليه غادي نواجه مطرب بورتور فاندام واخا فاندام ديال المغرب، وغادي نمشي لواحد القاعه ديال الرياضه ونحترموا الشروط ديال الرياضه، لانني انا رياضي خصني نحترم الشروط ديال الرياضه، نمشيو لواحد القاعه رياضيه ونديروا اللوازم ولي بروتيج ديال الرياضه. وديك الساعه انا داك النهار داك الدراري قالوا لك تحزم حزام ديال بينوار. اختي شوفي سمعي، انا صراحه ما نكذبش عليك، الصمت الكحله ديالي انايا بالرجوله هي خلينا في البراكه نهار اللي رحنا، نهار اللي رحنا اختي سميره اقسم بالله بقات تما وحق الله في البراكه نهار اللي رحنا، راك عارفه الرحيل، الرحيل شحال من حاجه كتمشي لك. صافي اختي ما لقيتش باش نديباني، ديبانيت من عند الاخر ديال المراه هذا بينوار حيدتو ليا ودرتو. بصراحه انا كان قلت باش شوف لا والله الا حشومه دابا انا ملي صارحتك شي الله الا حشومه عليك وحق الرب والله ما تحترمي الصراحه لا يعني. انت خويا بالعكس عزيز عليا، انت عارف راسك عزيز انا ضحكني انك عصبت شي حياه هذه الصمطه ديال البينوار. ما تكذبش اختي انا شوف اللي في قلبي في لساني، هذه دابا ديال البينوار ديال اميمه مدام ديالي، عندي شريت لها واحد البيجامه ودرتها لها. علاش هذيك في الرحيل ملي كنا في البراكه قبل فاش يلا بغينا نجيو لهنايا نسكنوا، صافي بقات تما مع الرحيل وشي حوايج اخرين عاوتاني تلفوا لينا وصافي ما لقيت مرت، ما يمكنش عاوتاني نمشي عاوتاني نعاود نتريني باش نحصل عاوتاني على الصمت الكحله. انا اصلا انا ما نحتاجش ما كانش عندي الاخر، صافي مشيت خديتها من عند المدام ديالي هذا دابا ديال البينوار سميره. ولكن شوف ما بقاش في الصمت ديال البينوار، بقى شنو عندك في القلبه سميره، بقى شنو عندك هنا. لا اله الا الله، وما نفسي اجي باش نسولك على ذلك. واخا نرجعوا للموضوع المهم، تبارك الله بنياتك غزالين الله يحفظك الله يكبر، وهاد البنيات خصك تراعي ليهم وباش يشوفوا واحد الاب صالح واحد الانسان. ما نجيش ملي من ولا ندخلوا للدار. دابا انت ملي جيتي لهنايا للدار شنو بان لك انت؟ فاش شنو بان لك هنايا ملي جيتي للدار؟ هاد بناتي هادو مطلعهم عن سنه الله ورسوله، هاد البنات ماشي زوينات غير هكاك، هادوك واكلين الحلال، الحلال اللي على وجههم هو اللي باين، باباهم اللي كان تيضرب عليهم التماره. فهمتي اختي العزيزه؟ وانا شوف شو اسمك كبيبره؟ شوف عندي الاولى الكبيبره سميتها ماريا، يلا جات من المراجعه دابا حيت قلت لك في المراجعه ماريا باباك بطل شنو كيدير؟ ياه فاندام كاين شي واحد يقد عليا بنتي؟ كاين شي واحد يقد على باباك؟ ايوا برافو. سمعي بنتي الاولى سميتها ماريا، ماريا سميتها اسم ديني ماريا القبطيه على اسم ماريا القبطيه، زوجه من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، ريحانه زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ريحانة اسم ديني، سلسبيل عينا فيها تسمى سلسبيلة، أنا اللي سميت هاد البنيات في الدين، وأنا الحمد لله كنصلي وكنخاف ربي وفهمتي عارف بيني وبين الله. نعاود نطرح عليك سؤال. وحاجة وحدة ما عنديش الزهر يا أخي، والله ما عندي الزهر مع البشر. ما شاء الله طالع طوندونس، أش بغيتي؟ لا ترند وطلعتينا ترند معاك، ولا اللي لقاني في الزنقة سميرة واش ديري البوز؟ واش حنا ديال البوز؟ انا واحد المره كبيره بعقلينا ديال داك الشيء اللي قال لك البوز يدير هاد الحركه هادي ديرها ولا طردق رجليه منو ليه منو راسو، هاد الحركه يديرها راه الصح والصح، راه كون برات لي رجليا دابا نوري تخطف لك في السماء. وانا كنوعد الناس قدام الناس ان شاء الله كي تبرى لي رجلي اقسم بالله كنوعدك 10 دورات في السماء، 10 دورات في السماء ان شاء الله. واخا نعاودوا نرجعوا للسؤال المهم عادل، علاش هاد السيدة غتهمك انت من دون الناس؟ علاش برغم كتقول انك احسنتي ليها واكرمتموها وتعاملت معها مزيان، علاش في نظرك غتطلع وغادي تتهمك بانك انت حاولتي تحرش بها وانك ديتيها علاش؟ اسمعي لي اختي سميرة نقول لك واحد القضية، دابا هي نهار شوف الانسان اللي تحرش ياك اللي غادي يتحرش بك، لا يتحرش بك ما غاديش يديك لهنايا، ما يجيبكش عند وليداته، ما يعجبكش عند وليداتو تاكلي وتشربي وقدام الوليدات. كان بامكاني انايا لو كان بغيت شي حاجه غنديرها بعيده، غنمشي انا وياك للوطيل ولا نمشي معاك شي بلاصه. هذيك السيده جيت لهنايا مشيت انا وياك للوطيل في يوم السيبه الله اعلم، حيت انا اختي ما عنديش الشجره في هذا الشيء. المهم علينا اختي العزيزه، اللي بغيت نقول لك واحد القضيه، انا هذيك السيده والله ما نسمح لها غدا يوم القيامه، والله ما نسمح لها يوم القيامه. وهذه عطاتني درس باش المره الجايه ما عمري بقى ندخل شي ولد الناس ولا شي بنت الناس لهنا لهاد الدار، فهمتي؟ ولو كان شوف هي قالت بانك ديتيها هي عندها فيديوهات هنايا في الدار كتاكل وتشرب، يومين هي كتاكل وكتشرب شحال؟ يومين هي كتاكل وتشرب عندنا في الدار هنايا، يومين ولا معكم؟ يومين هي معنا في الدار كتاكل وكتشرب، والفيديوهات دارت فيديوهات هنايا في التيك توك ديالها هنا ياك، وراه محاتهم راه عند اميمه
ودارت فيديوهات في السطح، راه كاينه الكاميرات في السطح وكاينه الكاميرات ملي كانت جات لعندنا لهنا. يعني هي كتحس معاكم يوميا؟ ونهار اللي فوالا، ونهار اللي بغيت نوصل، نهار اللي بغات تمشي، نهار الثاني بدات معنا يومين، نهار اللي بغات تمشي اقسم بالله انا اللي وصلتها انا وخويا للمحطه ديال المدينه، وكاينين الكاميرات في المحطه ديال المدينه، وانا وخويا وغادي بالباليزه، وانا اللي خلصت لها تيكي، اقسم بالله انا اللي خلصت لها تيكي وعطيتها 400 درهم. اكثر من هذا الشيء 400 درهم اللي خارجه بلاتي. خلينا نسولك 400 درهم عطيتها لها، علاش عطيتها 400 درهم ديالها؟ انا عطيتها لها قالت لي اخويا ما عنديش باش نركب عفاك هذه، ما عنديش باش نركب. قلت لي هاكي، قالت لي انا مثلا مشيت الارضي راه هي هاد السيده وجهت لك اتهامات خطيره عادي، لانها قالت انك تحرشتي بها، وانها باغا تقدم شكايه، وانك ديتيها للبحر والطوموبيل كان فيها شراب، وحليتي الباب القدام وقلتي لها طلعي اللور. سي سميره انا اقسم بربي والسماوات والارض، وهاد كتاب الله، وراني نحلف لك، نحلف بالله ما نحلفش لكم نتوما باش تيقوني الحباب، برب السماوات. هذا راه مصحف مصحف الكريم ياك. بغيت ربي يعميني من العينيه ما كنشرب، بغيت ربي شتتني على وليداتو، شتني في صحيحتي طروفه طروفه ندقدق ما كنشرب، خوفا من الله سبحانه وتعالى، ماشي خوفا من العبد. لو كان بغيت نشرب انا نمشي نشرب، عندي الفلوس باش نمشي نشرب، ولكن انا ما كنشربش. وانا يوميا عباد الله كندير لايفات، هذا اللي كيشرب فينا يد الوقيته باش يدير باش غادي يمشي يشرب. وانا اصلا من صغري كنت عزيز عليا الرياضه، كنحب الرياضه، ما كنشربش، يعطيني مصيبه يرزيني في مينتي اللي عزيز عليه ما كنشرب. ولا بغيت نشرب انا راه عندي حقي نشرب، راه كاع العالم كيشرب، من حق مني انا حتى انا نمشي نشرب. بزاف الناس كيشربوا، يعني بزاف الناس كيشربوا، بزاف الناس، بزاف الناس كيشربوا، بزاف الناس ما كيشربوش. علاش هاد السيده غتتهمك؟ ما فهمش اختي هذاك دارته بوز باغا تشهر، ما فهمش باغا تخسر لي السمعه ديالي، ما فهمش انا شنو بغا دير. بالحق انا عارفين اخوتي المغاربه اش كنسوى، والحمد لله انا مربي، وكيف كنطلع انايا كندير شي فيديو ما عمري خسرت الهضره في شي فيديو، ولا درت الاخلاق، ولا زعما طلعت مرتي ونبين مرتي ولا انسان ديوتي. الحمد لله كنخاف ربي وباقي ملتزم، وغادي نبقى كنخاف ربي حتى ربي غادي يديني واحد النهار. وانا كنامن باللي هادشي ديال السوشيال ميديا راه كله اخوتي، راه ماشي غير انا اختي سميره، راه بزاف الناس كيديو عليهم كيبقاو يهضروا عليهم، بزاف الناس كيبغيو تيبغيو يهضروا عليهم ويتلصقوا عليهم، يبداو يقولوا فيهم هادي باش هو يتشهر، يجبد فلان فلان بالفلان ولا فلانه هكذا كذا باش هو يتشهر. فلان حكا كيهضر على فلان ولا كيهضر على فلانه يتشهر. بزاف الناس راه ماشي هي الاولى ولا دابا ولات الشهره بالباطل، يعني الشهره اقسم بالله. شوف انا متفقه معك تنكير، انا قلت لك انا دخلنا للدار وكتقول لك واش شي خانزين ياك، واش نخانزين، واش هذه اللي داخله عندك الدار كتقول لك واش شي خانزين. هذا هو الخير. دابا الصراحه الدار عندي كلمه حق، الدار نقي قيمتي ولا صراحه كلمه حق، يعني هذه ماشي حشومه تقول لهم الاخر واش خانزين، هذه اللي ندخلوك حنا ونوكلوك ونشربوك. ولكن بنت الناس الله يرحم لك الوالدين في هذه القضيه، وحنا راه شوف امكاني اقسم بالله، لا كانت امي ما كانت باغا ديكلاري بها ياك، لان جبداتها وجبدتني انا وهضرت على العار والكرامه ديالنا وما بغيناش نديكلاري، وقلت خليها من الله سبحانه وتعالى، الله ياخذ فيها الحق، واكيد ربي غادي ياخذ فيها الحق. هذا ما كان، هذا ما كان اختي سميره، وهذه درس تعطاتني وبرب السماوات والارض. وادع الله كان واعد ربي الله ما عمري بقى يدخل عندي ولد الناس بالله. انا بغيت نسولك فين تعرفتي على هذه السيده هذه؟ راهي تبدا في تيك توك اختي العزيزه، راه كما كنعرفها هي كما كنعرفوا نيبا، كنعرف نزار، راه كان نزار كان جا لعندي هنايا، كنت انا مشيت عند نيبا عرض عليا، كما تنعرف عماد بشري، نادى حسي كما تاهي عرضت علينا نمشي عندها لدارهم. هاد الناس كاملين اختي، انا ما عمري دخلت عند شي واحد للدار وشفت فيه انت الهضرة. بلاتي خليني نسولك، انتوما كتعرفوا بعضياتكم في السوشيال ميديا، كيفاش الامر غادي يتطور حتى لا ما ماشي زعما كاين شي تواصل، كان شي تواصل دونك كنشوف فيديوهات ديالها. دابا هي جات رجعت، كيفاش تم التعارف حتى غادي توصل لدرجه انها تستعرض على انها هي تقول لك نجي، ولا انت قلتي لها جي؟ دابا اختي العزيزه باش فهمي، تيك توكر دابا انا شكون اللي ما كيعرف سميره؟ شكون اللي ما كيعرف سميره؟ شكون اللي ما كيعرفنيش؟ شكون اللي ما كيعرفش مطرب بورتور؟ شكون اللي ما كيعرفش؟ ما فهمتيش السؤال عادي، كيفاش حتى جات عندك للدار؟ هي كانت جات الرباط، هي جات الرباط، جات عند شي ناس عند العائله، قالت لي هي عندي العائله في سلاو في الرباط ياك، هذاك الشيء علاش تلاقينا ياك، ومشيت انا وقتو انكم تلاقاو. تلاقينا ومشيت انا واميمه وجبناها للدار، وجبناها وكبرنا بها وكذا صافي، حتى النهار دوزات معنا يومين وكلناها وشربناها ودوشات ودخلت الحمام ودوشات بالسخون وداتها ها هي، مشات هي اميمه اقسم كاينه هاد الهضره ولا لا اميمه؟ عطاتها مشات هي وياها الكوافوره، فين كانت هاد الكوافوره؟ ها الكوافوره كاينه، مشات هي الله يرحم الوالدين الكوافوره، مشات هضرات معاها مشات داتها ودار
واش هادي لا كتحرش وطلعت الفوق السطح وكانت تدير فيديوهات والمدام ديالي كتنشر الحوايج وهادي كتصور والمرأة والدريه كانت تتصور كدير فيديوهات في تيك توك راه لاحتهم وعاود سيبريماتهم راه هي اللي سيبريماتهم نقول لها علاش سيبريمي الفيديوهات وهنا في الدار الفيديوهات عند اميمه حيت انا كنت عارف غادي تسيبريمي الفيديوهات قلت لها دخلي هذوك الفيديوهات اونغوجيستيكم عندك في التليفون خليهم علاش كنتي وتتشطح عارف وراه كاين الكاميرا بعلينا وكتشطح في الاخر ونهار اليومين دوزت يومين ومشيت انا وخويا اقسم بالله ومشينا للمدينه ودينا حتى للمدينه ديال لاكار ديال التران وركبتها من تما دخلنا وجار الباليزه خويا معاوني ودخلناها تما وقطعت ليها انا تيكي وكان معايا خويا وقطعت معاه تيكي وعطيتها 400 درهم اقسم برب السماوات والارض عطيتها 400 درهم قالت لي حيت انا غاده حتى لاكادير اخويا وما عنديش فلوس ياك ومشيت عند عائله وما عطاونيش الفلوس وانا بغيت كذاب الاخر قلت لها ماشي مشكله اختي العزيزه هانيه ولكن باش تجازيني بهذا الجزاء جازيني بهذا الجزاء هكا يكون ولاد الناس واخا خليك نمشي عند اميمه انتي هذه المملكه ديالك البيت ديالك هو ماشي مشيتي لبندا واخا هذا البيت ديالك اللي هو غير دوري بالظهر ما غاديش تبان الا ما غاديش تبان انت باش هكاك براو يعني البيت ديالك هو المملكه ديال اي امراه المفروض هكا خليك ما بيناش المفروض انك لا طريق زيد عندي شويه هكا ما بيناش صافي خليك براو البيت ديالك هو مملكه لاي امراه من واجب انها تحافظ عليه ويكون دارها دارك هذيك كيفاش تقبلي على راسك ان من هب ودب من السوشيال ميديا يجي يدخل عندك لدارك الا مشينا على الروايه ديال الزوج ديالك انها غير في التيك توك تعرفها في التيك توك وجايه باغا تصور حيت حنا شفنا قبل دودو ستار معاك في الدار شفنا علاش تقبلي هاد الناس يجيو يدخلوا عندك لدارك شنو صله القرابه دارك هذه مملكتك خصها تكون دارك معززه مكرمه ماشي اي حد من ولا يجي يدخل عندك الدار كلامي صحيح ولا لا كاينه علاش تقبلي انه ها انت دابا وليتي في تحرش وليتي في منطق خانزين وليتي في دارك معفونه وليتي في امور عديده كاينه اختي سميره انا السيده هذه تواصلت حتى تيك توك لايف هكا عادي لايف عادي طارق اللايف تيلعب انا كندخل عنده اللايف كنكون تنشوف شنو كاين عنده في اللايف انا متبعه في تليفوني كتقول لي عافاك اخويا عادل بغيت نجي عندك ندير معاك فيديوهات نطلع عندي انا مشاهده والناس يدعموني واخا الفيديوهات نديرهم في قهوه نديرهم في البحر نديرهم في الزنقه في جرده ضروري الفيديوهات في الدار لا سمعي سميره قال عادل ما جاوبها شوفي مبدئيا انا ماشي ضدك عرفتي انا معاك عرفتي فاش معاك لان ملي غتولي واحد الزوجه كتسب وكتعاير عيب دارك خصو يبقى في دارك ما يعرفو حد واش انا دابا خصني نجيب كاع الناس نجيبهم لداري يعرفوا داري يشوفوا داري كي دايره انا صافي اخر مره تدخل شي وحده لدار واخا كملي انا كتقول لي عافاك عادل عطيني النمره ديال انا بغيت النمره ديال مرات مول تريبورتور انا دخلت عندها كنشوف انا شنو بغاتني هذه كتقول لي بغيت النمره ديال مرات مول دخلت عندها في الكونت الخاص قلت لها انا مرات مول تريبورتور اش بغيتي قالت لي عافاك اختي بغيت نهضر معك في الواتساب صيفط لي النمره ديالك بالضروره بغيت نهضر معاها هضرت معاها صيفط لها النمره ديالي هضرت معاها عافاك اختي طلبي لي عادي اللي وقف معايا طلع عندي المشاهدات انا ولي الناس يدعموني راه انا راجلي مشدود في الحبس وعندي جوج بنيتات بغيت غير اللي نكون بنياتي ونكون مع الراجل ديالي قلت له اختي مرحبا دابا نتشاور مع عادل قلت لعادل عادل ما بغاش في الاول صراحه عادل ما بغاش لا في الاول قال لي اختي لا وانا ما عندي ما ندير بهذا الشيء ما عندي ما ندير بالمشاكل قلت له خويا ما بقاش فيا انا وليا حسيت بيها بقات كتبكي قلت لي عافاك اخويا كتبكي وعندها جوج بنيتات حشومه نوقفوا معاها مسكينه في سبيل الله كيما وقفوا معاك حتى الناس وطلعتي حنا نوقفوا مع بنادم هضرت معاها قالت لي اختي راه نهار الاثنين ان شاء الله غنجي عندكم قلت لها اختي مرحبا بك قالت لي راه عندي العائله في الرباط راه عندي عند العائله ونتلاقاو في الرباط قلت لها مرحبا ايوا مشينا اختي نهار الاثنين جات ما تلاقيناش معاها حتى نهار الثلاث مع الثلاثه كتصوني على عادل صونات عليا قلت لها اختي عادل باقي ناعس عيفيق وهنا معاك فقعد عادل مع الربعه فجيت ليه الفطور قلت لك السيده راه جات اخويا الرباط يلاه نمشيو عندها راه في الرباط كتسنانا في المدينه وقتاش بدا كنفيق انا كنفيق حتى الربعه الخمسه ولا السته خطبتها من فمي الفطور كتوجدي لي حتى الربعه د العشيه عاود كندير لايف الله على النبي وغيبقى ناعس الفلوس داخلين في تيك توك الفلوس انت والله الا تابع شي سوشيال ميديا
والله هو لا كل بلاتي كل ما الفلوس غتبقى انا على السر اربعه الرجال راه كينوضوا مع الخمسه الصباح يحفروا عليها ويدمروا عليها. ها سميره نقول لك هادشي القضيه، نقول لك واحد القضيه. لا القضيه اش فيها؟ انا كندير الله القضيه فيها 2 مليون في النهار بصحتك وراحتك. فينا 2 مليون شاديك الكلمه اللي قالتك هي كذابه كتقول لك 2 مليون راه الناس ديال الدوله راه يعرفوا موتريبورتو شحال كيصور ولا سحب تحدي شحال دخل الدوله فيك شحال كتصور. بلاتي غير باش تعرف واحد القضيه، حنا ماشي في شي سواعده، شي سواعده السواعده الا قالوا 2 مليون يصوروها يصوروها. اه هذوك السواعده راه عندهم تبارك الله الفلوس راه كيدعموا بتيك توكات يونيفيرس والسبوعه. اما حنا اختي هنايا في المغرب راه ما كاينش هذاك الثمن، ما كاينش. انا نتحدى شي واحد في المغرب كيصور هذا كاع اللي كيطلع عنده في اللايف كيطلع 25000 في اللايف. كتحيدوا العين اقسم بالله العلي العظيم ما كاين هذه الفلوس. انا ما عمري في حياتي صورت هذاك المبلغ، في حياتي كامله عمري صورت انا هذاك المبلغ. واخ فاق مع الربعه وجدت لي فطور بعد العشيه وجدت لي فطور وجدت لي فطور فطر كان ديك الساعه النهار بعد ديك النهار جا معطوب مرجله كان ديك الساعه مقصح نهار صور بالليل صور بالليل هزينا انا ويا الطوموبيل ومشينا عند الرباط لقينا معاه في المدينه ايوا لقيناه هاز الشنطه قالت لي قال لي اختي شوفي انا راه مقصح من رجلي انا جيت عندك شهر الرباط باش تشوفيني انا كيفاش حالتي قالت لي اخويا انا الناس اللي كنت عندهم راه تخاصمت معاهم انا بحال راه ما عندي زيد ما نقص راه ما عندي ما عندي لا مع بوز لا مع حتى شي حاجه قالت لي انا دوك الناس اللي جيت عندهم اخويا تخاصمت معاهم ديوني غير هاد اليوم باش معاكم وغدا ان شاء الله نشد الكار ونمشي بحالي. نعم قلت لها اختي مرحبا بك انا ما نقدرش نلوحك اختي الزنقه قلت لها اختي مرحبا بك حنينه بقات فيه بقات فيا واش انا هاد الوقت راه حنت ما حنت انا بقات فيا قلت لها اختي مرحبا بك ماشي مشكله اجي اختي يلاه معايا مع بنياتي عندي انا بنياتي ماشي انا وياه ولا شي حاجه كان بنياتي كانت عكوزتي هنايا وكان شيخي كنا مجموعين ديك النهار فطرت عشينا مجموعين جبتها مشيت تقديت دزنا انا وعاد دزنا عندك الزاد تقديت داك الشيء اللي كتبت بالله جيت طيب العشاء تعشينا مجموعين الصباح فقنا فاقت مع ديك جوال 10 طيبت لها الفطور فطرت انا وياه ضاحكين لاعبين ما كاين حتى شي حاجه ما مشات معاه البحر ما خرجش هو وياه بعدا بوحدهم انا معاهم كنخرج معاهم كنجي انا اصلا مع هذا ديما وراء الكواليس انا هي المصور ديالي انا تصورني بعدا المدام هي اللي كتصورني انا ما خليت معاه طنجه ما خليت معاه تطوان ما خليت معاه مراكش ما خليت معاه حتى شي مدينه ما مشيتش معاه ليها انا هي انا هي وراء الكواليس كيقولوا من وراء هذه هي المناجره ديالي هي هذه شنو هي هذه هي المناجره ديالي المناجره ديالي المناجره ديالي اش كتضحكي عليا دابا اميمه ولا شنو كديري دابا واش دابا وليتي كتضحكي عليا دابا المناجره مالك ما عجبتكش لا ما تضحكيش عليا اختي واش انا اضحك كتضحكي عليا اختي ودابا انت كتدخل فلوس في تيك توك ما تمشيش تقرا واش دابا لا هو اسمح لي تدخل فلوس في تيك توك سير قرا وعي راسك تعلم تنطق الكلمات كتدخلي من المطاير انا راه عندي باك بليز دو اختي العزيزه اي دونت اي سبيك انجلش فيري جود اي سبيك فرنش سي تي فو بارلي افيك مو اون فرونسي مو جو سويله يلا انا ما قاري هذيك مو فرونسي لا انا ما قاري مي بوكو تي تتحقرني علاش تحقريني يلا علاش تحقريني وها انت هاي سكت دابا علاش تحقرتيني اش شي ودابا انت قاري فرونسي وباك بليس 2 وتتقول لها ماناجير اقسم بالله عندي باك بليس 2 وحق لا اله الا الله عندي فلافا كان انا عندي باشولي في 2013 ياك و لا فاك دوزاني دوزاني في لا فاك دوزاني في لا فاك اقسم بالله كدير الدروه كدير الدروه كدير الدروه كيف والله الا كدير الدروه حق الله العظيم بالقانون العربي ما كنتش بغيت ندير الفرنسي كنت حتى باغي ندير القانون الفرنسي ولكن قالوا لك راه جيتي سي تروطار صافي ديك الساعه كنت سي تروطار صافي ودرت القانون العربي حيت ما بقيتش هذيك الساعه شي فيليه اخرى اللي ارتاح ليها مشيت درت القانون العربي هذيك الساعه حيت انا عائلتي في البوليس وكانوا قالوا لي زعما دير القانون مزيان باش ان شاء الله تولي بخير دير القدام والله ساعه ما كتبش في هذاك الشيء زعما توظفت ما والو دفعت لا مارين ما خليت فاش دفعت وما كتبش الله وتخيل مشيت انايا على الشركه ندير الزبل حاشا السامعين وما قبلونيش باك بليس دو وحق الله العلي العظيم اختي والدروا فرونسي والدروا فرونسي كنقول لهم الدروا فرونسي كنت نكتب لهم انا السي في انا كنكتبها بيدي بالفرنسي انا السي في كنكتبها بيدي بلا ما دابا قابلك الشركه ديال التيك توك ها والتيك توك الله يجعل ليها البركه الله يخليها لينا التيك توك صراحه الله يخلف على التيك توك الله يخلف على التيك توك صراحه كل ما كانش التيك توك ما نوكلش بناتي كره حنا باقيين في البراكه كره هاد الدويره درتي كتطب علينا الدويره درتيها من التيك توك من التيك توك صراحه الله ما نكذبش عليك الحباب مساكن اللي وقفوا معايا واحد السيد مسكين ريفي
وقف معايا كان صيفط لي واحد هذيك لقيتها ملي كنت في البراكه كنمشي نشوف الشتا كتلوح فيديوهات انا المغاربه مشى كانت عاطفه معايا والشتا والبرد كانت تطيح عليا القطره. تخيلي بالليل بالليل يا حسره بالليل بالليل انا راه 33 سنه 33 سنه وانا عايش في البراكه من نهار حليت عيني وانا وسط البراكه من نهار حليت عينيا كان الشتا كتقطر علينا. تخيلي البنات الدار ملي كنصبحوا الصباح اقسم بالله لا المرجف في الارض والبنات مساكن مغطين مغطين نعم حنا كاملين كنا مغطين بكاشه وحده. الفقر صعيب اختي العزيزه ولكن الحمد لله ملي درت تيك توك وتعرفت وكنت مشهور الحمد لله حبوني اخوتي المغاربه صراحه تعاطفوا معايا اخوتي المغاربه وانا ما ننساش الخير ندير اخوتي المغاربه والله ما عمري ننساه. وانا كنحب اي مغربي اي مغربيه كنحبه انايا وتعيش 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 الجاليه المغربيه ويعيش اخوتي المغاربه وعاش الملك وعاش الوطن قسما بالله ما ننساش خوتي المغاربه وما مساكن باش تعاونوا معايا باش جمعت هذيك 25 مليون باش شريت هنايا سكنه في السكن الاقتصادي في هذا لابارتومون. اقسم بالله عايش مع احياء شعبيه ولكن الحمد لله احسن من البراكه اللهم لك الحمد يا ربي. القطره كانت تقطر عنا شحال ثلاثه الصباح كانت تقطر عليا قطره هنايا تتقطر عليا في ودني وتطيح عليا في نيفي ولا في عيني وكتقفزك والله الله يحسن العوان. انا كندوز طفوله باقي محتفظ بالتريبورتور ولا باقي باقي التريبورتور اختي العزيزه راه باقي لتحت باقي تريبورتور وي اختي العزيزه ما بعتيش؟ لا ما بعتوش راه حاطه عند العساس هنايا هاد الحركه حتى نديرها حتى انا خطره خطره ملي كنكون بوحدي تنبقى ندير اليوغا تنبقى ندير اليوغا غادي بلا ما رجعت اميمه دير لنا اليوغا نشوفه اليوغا راه رجليا مريضه هاد الوقت سميره والله ندير لك بجر وحده كبيره انا ديما كنت كونسونطرا فاش كتفكر بعد دابا نمشي ندير اليوغا باش كنت وون سترا وانتم كتصدعوني بالصداع ديالكم كنسمع صداع عندكم هنايا خصو خصني تكون سونطرا انا كنبغي نديرو بالليل انا كنكون بالليل كنكون ماشي انت كتريني بالليل وكدير اليوغا بالليل وكلشي كديرو بالليل كلشي بالليل اللايف بالليل لايف بالليل ملي كنسالي اللايف كندير والليل الليل والليل الليل لا لا حتى تنسى على الاغاني وحق الله دابا انت معنا بحلام الليل منو اغا وبالغبداد وحدو الله يعطيك العافية والله يعطيك العافية زعما نعرفك سواعد مساكن كيقول يعطيك العافية تخلص الكاميرا لا لا والله يعطيك العافية زعما يعافيك الله لا لا ماشي لا وما تفهمينيش بهذاك المفهوم ديالنا حنا كيقول لك الله يعطيك العافية حاشا ولله الله يسترك غير هذيك يعطيك العافيه كيقولوها الناس السواعده وهذيك كيقولوها فهمتي الله الله يعافيك الله يعافيك الله يعطيك العافيه انت فهمتي مني مقلوبه اختي ولك دعوه بالمثل الله يحفظك الا كانت زوينه كذلك العافيه اللي بغيتيها لي يا اختي ودابا على نياتكم ترزق انت اللي بديتي انا والله العظيم هو دعوه من حسن شوف الله يقينا نعم هي هي باللغه هي عند المشارقه العافيه يعني الصحه والعافيه الله يعافينا ويعافيك ويعافي جميع امتي محمد يا ربي امين اميمه غادي انت والله الا انت غزاله عادل والله العظيم ولكن هو كيبقى سؤال مطروح علاش علاش هاد السيده هادي اتهمات علاش لان هذه اتهامات خطيره سمعتي السيده شنو قالت في الفيديو اها زيدي مشيتو عندها جبتوها جبناها جات للدار تعشات معانا طيبنا العشاء تعشينا نعسات غطيت قسما بالله ما جبت المانطا جديده من البلاستيكان ديالها مشيت انا وعاد تيطون شفت المانطا من الشمال جات معايا واحد المانطا من الشمال تيطون غطيتها في مانطا جديده وحده في الرساله هنا فهاد الحفله كانت تيسمع الله تنعسات فهاد الحاف وحده في الرساله وحده غطيتها بها قلت لها نزيد لك اختي المانطا قالت لي لا ما كنتغطاش بالمانطا بزاف على وحده قلت لها بغيتي اختي راه هي البلاصه جبدي منها المانطا اللي درك البرد شي حاجه راه الكوان جبدي منه غطا خذي راحتك انا بحال قلت لك خذي درك الجوع ولا شي حاجه خصك تسري الثلاجه خذي الديسير اي حاجه كان زعما رحبت بها ماشي هو الكرم واجب طبع المغاربه اي قلت لها اختي درك الجوع سري الثلاجه خذي اللي بغيتي حطيت لها الما حطيت لها العاصف حطيت لها كل شيء غدا الصباح قلت لها اختي شوفي انا عندي الاربع كنمشي للصالون كنمشي عند السيده كتكون عندها صالون خاوي ما كتخدمش كتكون ساده انا كنمشي عندها نهار الاربع حتى عندي الدريات كنخلي معها العكوزتي كنمشي بدا الصالون الاربع قلت لها بغيتي تمشي معايا يلا قلت لها اختي بغيت نمشي نصايبت انا شعري ونصبغه ما عنديش
قلت لك ساعه يلا انا ناخذ الفلوس من الزمن بالبسطام ديال عادل. قد سرقي لي الفلوس. لا هو عادل بس انا كان عادل كيحط لي البسطام حدايا اللي بغيتها كنهزها. سمعتي نفس سميرة؟ عادل كيحط لي الفلوس ديالو المصروف كيحطهم لي حدايا اللي بغيتها كنهزها، حتى شي حاجه كنمشي للبسطام كنهز. هزيت الفلوس مشيت انا وياه، قسما بالله الا خلصت على الصباغه والبروشينغ وخلصت الشعاره تما 250 درهم. خلص على كيف بقى يدير هكا ضرر مع بناتو هكا. خلصت عليها، انا مشيت صبغت شعري، نيت انا كنت صبغت شعري، قلنا انا وياه شي ربعات جينا درت طيبت كاسكروت، درت انا وياه كاسكروت، كان عادي فايق، بقينا عادي فايق نطيب فطار. وكيف فطر انا ما كنتش كيطيب هو فطار، فطار قالت لي عافاك اخويا بغيت توصلنا للمحطه. قلت لي يا اختي انا لقيتني بعدا مصبنا لها حوايج، دوشت نهار الثلاث بعدا انا نسيت ما قلت لك، دوشت نهار الثلاث وخشيت الحوايج في الماكينه صبنتهم ليها، حتى حاجه كتمت التبرديله ديال خشيتها في الماكينه تصبنت. وقالت لي عافاك اختي عندك شي بيجامه عطيها لي، عطيتها بيجامتي والمونطوم ديالي لبست هي كازا باش تخرج. ايوا الكاميرا شاده راه لابسه لي حوايج، الكاميرا مصورة مصورة الكاميرا، كان عندنا الكاميرا ديال الزنقة، عندنا الكاميرا ديال السطح طلعت معايا السطح، انا كنشر لها في الحوايج مدياولة وهي في السطح كتصور الفيديوهات وكتشطح. الفيديوهات عندك؟ آه عندي الفيديوهات، عندي كل شيء، عندي بقى عندي في تليفوني. في ثاني نهار؟ اه ثاني نهار، نهار الاربعاء باش تمشي بحالها. يعني جلسات يومين؟ جلست نهار ثلاث نهار اللي جينا نهار ثلاث مع الثلاثة، الاربعاء في العشية مع السرة مشات بحالها ركبت. درنا كاسكروت هبطت، هبطت الحوايج طلعت انا ويا نيت، هبطنا الحوايج من السطح شادان الكاميرا كنحيدو الحوايج من الاخر، لبست حويجاتها عاد قالت عادل وصلنا للمحطه، عيط الخوف شاف هو وياه موانسين الكاميرا شاده كل شيء، كيفاش كتركب معاه في الطوموبيل واخا طالع معاه في الطوموبيل. أميمة، علاش هاد السيدة غادي تجي تطلع في منبر إعلامي؟ أنت شفتيها، أنا اللي حاورتها، علاش غادي تكتبوها وتحط هاد الباطل على الزوج ديالها؟ حيت ما صورش مع فيديوهات عادي، ما صورش مع فيديوهات عادي، كان معطوب من رجله. داكشي علاش جات من من ازيلا باش تصور مع هاد الفيديوهات، عادي ما صورش مع فيديوهات. وانتي بحال انتقمت مني، اجي نقول لك وانتي غير كتجي وكتدخلي الناس لداركم، ما عرفتي ديك السيده شنو كاين؟ انا ما نهضروش على هاد السيده، انا كنعطيك كفكره عامه. ماشي هادي اول مره صورت عندي، روح داخل. دودو من العائله، راه تيطوان دودو ستار، دودو ستار من العائله ديالي. واخا هذيك من عائلتك، هذه انت ما كتعرفوهاش وعرفتوها غير في غير في غير في التيك توك، ودخلات وانت اللي تواصلتي معاها، واش اي واحد يجي للدار ندخلوه؟ ولكن اختي سامر هادشي عند وحده بلا ما نشوفوا لا لاكارت ناسيونال ديالو ولا شكون لا منين جاي، لا يقدر الله يستر انسان يكون داير شي جريمه ولا. عندك الحق اختي سامر، ولكن اختي سامر هادشي عند وحده المدينه، وعاد تبكي عليها تقول انا ما عنديش فين باش بيتوني غير هاد الليله وغدا نمشي بحالي. اختي انا ما كنتيقش. ها هي دابا نعم هي اختي العزيزه ساليتي اليوغا زيد ارتحيت شويه اقسم بالله سمحوا لي. شوف هذا درس اختي سميره اقسم بالله، وبغيت نوصل واحد الرساله مهمه لخوتي المغاربه اللي كيسمعوني، من الناس اللي كيحبوني حتى الناس اللي كيكرهوني، بغيت نوصل لكم واحد الرساله، ولكن حاولوا تفهموني. حتى شي واحد ما يبقى يدخل شي ولد المراه ولا شي واحد ويدير الثقه، هذه انا متفقه معك، والثقه وتدخله لدارك، خذوا العبره مني انا، ما تدخل حتى شي واحد للدار. لو كان تلقى شي واحد على برا بيت في الزنقه، دري ولا دريه ولا راجل كبير ولا اللي كان مراه كبيره، قدم لي يد المساعده، خرج ليه من دارك، خرج ليه كاشه وديها ليه، ولا عاونوا شي ماكله خذها ليه من الحانوت ولا ديري شي ماكله وحطها ليه وزيد في حالك. ما تحاولش تدخل شي واحد لدارك، وهذا درس وعد من الله سبحانه وتعالى، كان وعد ربي ما يبقى يدخل عندي شي واحد ولا ندخل شي واحد، ندخله انا واميمه شي واحد للدار. تعلمتي الدرس؟ اقسم بالله لا تعلمته ومزيانه. واخا اميمه ما صدق الاوديوات اللي سمعتينا قبل. البارح كنت تفاجئ كتصوني عليا السيده كتهددني بالمخزن، بالله يا تدعيني انا، وانا اصلا هي طعناني بعدا في الشرف ديالي وساباني، انا اصلا انا كنت بغيت نمشي نديكلاري بها عندي. لا اسمح لي انا لا خويا، نقدر هي ناتش تسبني على وحده اخرى تسبني انا في الشرف ديالي. شوف انا خويا شرف اول مره، غادي نوض يسبوني انا، شحال خلاو عليا ساعات. ولكن هي بعيده، اميمه بعيده، هادشي ولا في 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 تحرش وفي سمعتي تقول انا دار الشريفه عليها.
انا داري شريفه عليها، واصلا انا بالك بي اوديو وتر، عندي اوديو اسكت عادي، انا عندي الاوديو واش مدياوله، السبان كتسبني وتسب لي با الله يرحمه، با بعيد منا، با انا الله يرحمه بعيد منا ميت. سمعتي اختي سميره الاوديو واش انا تسبني انا وتسب لي دار وتسب لي شرفي، راه دوك اوديوات والله تنصيفطها للحبس قسما بالله. شوف انا خويا شوف انت بعيد، انا بعيده من السوشيال ميديا، انا حتى واحد ما يجبدني. شوف انا نقول اخر كلمه بعدا سمعتش سامير، انا بعيده من السوشيال ميديا، انا ما يجبدونيش انا ما يجبدني حتى شي واحد، واللي جبدني المره الجايه تمشي تجبد اميمه ولا تجبد الاخر اقسم بالله تنديكلاري بها. واللجوء الى القضاء امر حضاري. انا اي واحد في السوشيال ميديا انا كنقاضي كاين قانون الملك وكاين القانون الحمد لله، وتحيه للسلطات الأمنية، ولا تحية للدرك الملكي، وتحية لأي سلطة من السلطات ولا من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المغربية. وعاش الملك والحمد لله كاين القانون ما كاينش السيبة. دابا بغيتي تقول أن هذاك الكلام اللي قالت كله كذوب. أختي العزيزة أنت دابا رجيتي وشفتي كلشي على عينك. دابا أنا شوف شوفي أختي، أنا نقول لك علاش أنا كنضحك، حيت هذه ماشي أول مرة، فهمتي؟ ماشي أول مرة. أنا بلا قالتها لي في السوشيال ميديا، قالت لي يمكن اللي ضربني. وانا قلت لهم كيضرب، قالت لهم كيضربني، كيتكرفص عليا كيضربك عادي ما كيحسش عليا يده. وانا ما كنضربش ابني. صمتك واحد الكلمه. لا نقول لك واحد الكلمه، انا عادي اللي ضربني ولا كيقهرني ولا قلت لكم انا قهرني ومخليني بالجوع، علاش انا علاش السلسله بقى معاه انا اللي قهرني ومخليني بالجوع؟ انا ممكن عايشه بواحد 14 ماشي عايشه مع عمي، نعيش مع عمي. مصيبه اختي الا كذبت عليك كتاب الله، والله الا مسكينه في عمرها شي 80 سنه. شحال في عمر الوالده ديالك؟ 84 من 46 46 هو 47 عندك مع الحساب. يلا 50 54 وزيدي على 23 54 و23 84 87 و87 مسكينه عايشه بوحده في سلا قسما بالله، راه الناس عارفين اميمه والام ديال اميمه وعايشه بوحده. هذه ملي نكون انا قاهره بنت الناس، هذه ملي نكون قاهره علاش هي تبقى معايا تمشي تعيش مع امها اللي بعدين مسكينه بوحدها؟ مات باها باش اميمه راه مات الله يرحمه، اخوها مسكين مات حتى هو، يعني بقات يتيمه اميمه يتيمه، فهمتي؟ داكشي علاش عزيز عليا اميمه يتيمه بنت الناس، صابره معايا وصابر معاها وكانت تقاتلو من بعدين ما صداع. عزيز عليا اميمه، اميمه هي كلشي. انا كون ما كنتش عزيز عليا نبينها في السوشيال ميديا اول حاجه. لا وكون ما عزيزاش عليا فهميني اختي، انا راجل، انا ولد الناس، انا راجل، فهمتي؟ انا ما نبيناش في السوشيال ميديا ولا نحتاج باش ندير بها هي البوز، فهمتي اختي العزيزه؟ ولكن هذه المره قسمت ليا مش اي واحد يهضر معاك، نبقى نجيبو الدار عندي، داري راه فيها وليداتي، فيها الزوجه ديالي، فيها الام ديالي. حيت هي قالت لك هي مجوجه وكذا، قلت صافي عندها بنيات، انسان ما يكونش يكون بعقله، فهمتيني اختي؟ ولكن هذه الحمد لله دارت الدرس. يعني انت ما غديتيها البحر، ما حاولتي تغتصبها؟ اي اعوذ بالله اختي العزيزه، واش انا كنت سالي كنفيق حتى الربعه ولا الخمسه ولا السته وارجيه مريضه اصلا، كان ندير تمشي انا بعدا. يلا احنا ما ساليناش باش نصوروا حتى فيديو، نصور معاه حتى فيديو. دابا هي دارت هادشي حيت ما صورتيش معاه. حيت ما صورش معاه فيديو، حيت انا معطوب من رجليا هذا مكان. سميره نعم. نهار انت اللي قلتي لي الاخر نصوروا ياك اختي العزيزه، قلنا لك بغينا نرجعوا الاستوديو باش الناس ما يفهموش غلط. من بعد ما الفيديو ديالك خلق ضجه وبقاو الناس كيتسناو شنو وقع في الكواليس، شنو وقع في منين قطعتوا اللايف. كنت بغيت نستضيفك في الاستوديو مع سيف الدين وحماده. انا شرف ليا نكون عندك في الاستوديو اختي سميره، ولا شرف ليا نصور معاك ياك بحق. ورد صيفط لك واتساب، صيفط لك فيديو باش نقول لك بلي انا باش تيقي بيا، انا مريض ورجليا مبوقله، ودابا اقسم بالله كنطلع درجه باش نهبط من هنا للدار لتحت. حيت ما مشيتيش للطبيب؟ والله ما مشيت للطبيب اختي، ولا مشيت لشي بلاصه اخرى اقسم علاش؟ بالله والله ما مشيت اختي، فهمتي؟ ما جاتني مع هاد المرضى. شنو تبغي تقول ليها من خلال؟ الله ياخذ فيها الحق في هذا النهار والله، والله يجعل هذاك الطعام اللي عطينا عليك حنا، وكلناك عرقنا عطينا عليك ودوشناكم مدام ديري مسكينه، صبنا لك حوايجك في الماكين الصابون والسبرديله ديالك، وجبنا لك غطاك وكتغطي هنايا، وقلنا لك شوفي اختي انت بيتي انت في الصاله، هاد التلفازه حداك، حنا بتنا لهيها بتنا في البيت الاخر ديالنا، وخلينا انا وكلات معنا الطعام وشاركات معنا الطعام، وفي الاخر تمشي تقول لهم حوايجهم مسخين، تقول لهم كواشهم خانزين حاشا السامعين، باش الانسان تدخلوا لدارك وفي الاخر يشد فيك اسرارك. داكشي علاش كنصح المغاربه ما يدخلوا حتى شي واحد، وهذا درس اقسم بالله اختي سميره، ولا دخل شي واحد، لقيت دخل شي واحد لهنا انا ماشي ولد، انا ماشي ولد المرا. اميمه ماشي سهل على مرا تنوض تسمع مرا اخرى كتسبها، دارك معفونه وكواشك مخنزين وانت فاعله وانت تاركه،
وانت ستقولي روايه اخرى غير التي ادعت الشابه سميتها هي ليلى. شنو نقول لك اختي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، خليت لله. حيت وهاد الاوديوات انا اللي صيفطاتك علاش كتصيفطهم لي؟ كتسبني كتستهزئ بيا كتعايرني، واصلا الاوديوات انا مخبيه. سمعتي اختي؟ سمعتي كل شيء اختي سميره؟ يعني انا ما كنهضرش معاها، السيده كتصيفط لي اوديوات بالسبانه وبالمعيون. وبينا ما ندعيوها انا اصلا كنت بغا ندعيها، انا كنت ندعيها انا على الحق، حيت انا بعيده منكم، بعيده من السوشيال ميديا، بعيده من كل شيء، ما عندناش حق تجبدني انا. انا بعيده عنك. ما كندير انا بعاده، انا بعاده على السوشيال واصلا ميديا. كتقول لك هي عادي الدار البحر، واش اختي سميره انا بعدا نجي نركب مع واحد في الطوموبيل ونمشي معاه للبحر؟ ما كاينش البوليس في الطريق، ما كاينش الجوندار. نعم فعلا هي قالت. علاش ملي هي قالت بانه بلاتي ملي انا ملي انا يا نبغي نتحرش بها وكذا، علاش هي تبات معنا هنايا؟ ما كاينش هنا الغوات تقدر تغوت، ولا في الزنقه ملي كنت غادي بها انا المحطه انا وخويا. هو سؤال منطقي. غادا اسمع لي، سؤال منطقي. هاد السيد داك البحر وبغى يتحول يتحرش بك ويغتصبك، جات مرابط معكم هنا في الدار يومين. واختي هي راه يومين دابا هي تسالات، هذيك تسالات. شي مين تسال؟ مع اختي سميره هو غير مشى معاه وهي. نقدر نقول لك فهمتي اختي العزيزه؟ واش انا اصلا مريض من رجلي يا صاحبي، ما كنخرجش انا، ما كنساليش الوقت. انا دابا والدي مساكن باقي ما شفتهمش، وحق لا اله الا الله خاصي دابا نسالي ان شاء الله التصوير، غنمشي نشوف الوالده ندور معاهم، حيت انا اللي هاز الوالده وهاز الوالد. اقسم بربي العلي العظيم انا اللي هاز الوالد، الوالد مسكين شيباني، الوالده شيبانيه مريضه بالقلب، انا اللي معاون معاهم. كل ما كان شفت تيك توك ما عنديش باش نعاون والديا ونعاون خوتي. حنا الله يبارك. نجي نقول لك، فرضا ما تبقاش معوله على التيك توك، علاش؟ انه واحد فجاه التيك توك تحيد ما بقاش. فريمون اختي العزيزه شادير ديك الساعه. فريمون اختي شوفي، انا يا شوف انا من نهار اللي حليت عينيا سنين انا عايش في البراكه، كنت هذيك الساعه حليت عيني في يعقوب منصور في البويتات، كان عندنا واحد البويت الوالد كان كاريه مسكين، كنت نبيع ميكا سنين، راك عارفه البويتات، كنت نبيع البويتات في الصباح ملي كانت تتعمر الصبحيه البويتات، وفي العشيه كتعمر بحالك. كنت نبيع في الصباح، نبيع الميكا تناخذ كيلو ديال الميكا، ندير 4 دريال ديك الكحله، ندير 6 دريال اللي ولات دايره 6 دريال، وكنت ناخذ ديال 10 وديال درهم وكنديهم وكنمشي نبيع. كتخيلي كان تالي المدرسه، كتجي وقيته المدرسه كنخشيهم في الشكاره، كنخشي الميكا في الشكاره، وكنسدو كنمشي للمدرسه ديال محمد بن يوسف، كنمشي نقرا وكنرجع عاوتاني ملي كتكون عندي لاخر، تمشي نبيع في المحاريق وكذا. ماشي هي الخدمه، اقسم بالله العظيم انا انا ما شفت ما خال عايش، بعت الديطاي، بعت الهمديه، اي حاجه ديال الحلال خدمت فيها. يعني انت ما عندكش مشكله لا تحيد تيك توك تخرج تدمر مع على راسك؟ ندمر اختي العزيزه، انا عندي بنياتي ندمر، عندي والدي ضربت سماره تعري على كتاب شخصي، نعري على كتافي. انا اصلا دابا غتقول لي شنو؟ انا اصلا فاندا ما تخلعنيش الخدمه، فهمتي؟ انا في خبارك ملي كنت نخدم كنت مع واحد البنايه كان تيعطيني 50 درهم النهار، عرفتي شحال كنت نهز ليه؟ اربعه الخيشات ديال السيما كنت نهزهم انايا وكنطلعهم حتى للطروازيام ولا الكاطريام على حسب الخدمه فين خدامين. واخا اربعه الخيشات، خمسه الخيشات كنهزهم، عرفتي شحال فيه كل خيشه؟ فيها 50 كيلو، الى خمسه الخيشات شحال جات من كيلو؟ خمسه، راه 250 كيلو كنهزها وكنطلعها، وعندي تيجيب لي هو نص متر ولا متر ديال السيما كنطلعها كامله، طون ديال السيما باش تطلعو. هذيك هنا فين، هنا فين اكتشفت هذيك الموهبه اللي عندي ديال فان دام، هنا فين تكتشفت بلي انا والله هذيك الطاقه عندي، واحد الطاقه. المهم عطيتي الحزام ديال، اسمح لي دابا هذا الحزام ديال بينوار. ديال بينوار ديالي، وراحت هي اللي تلفت لي الصمته الكحلان ديال الفري. دابا هذه القبيله قلتي لنا الصمته نسيتيها، وهي اللي تلفت انا اللي كنا فرحين ديال البراكه، هي السبب ديال باش طاحت. هي ملي كنا ديك الساعه تنرحلو تنقول لها شوفي امي ما نسيتي شي حاجه، شوفي راك عارفه الرحيل ضروري كتهرس حاجه، ضروري شي حاجه كتنسى، شي حاجه كتلف. حبس خدم كونيكسيون، كيف دير الله يبارك فيك، حتى الكونيكسيون عندك هنا منعدمه. وانت الشيخ اختي العزيزه واخا دابا بقيتي عندنا التروازيام دان، الطبيب قال لي ما عرفت ما علاقه الطبيب بهذا. انا غنطلب منك دابا قدام المشاهدين دير لي غير كاطا وحده، كتعرف شنو هي الكاطا ولا ما عرفتش؟ ما عرفتش شنو هي الكاطا. شنو انت عندك التروازيام دان وسان تيرنوا ما عرفتش شنو هي الكاطا؟ واختي انا بكثرت الرياضه حيت ماشي على الكاطا ولي بومسي. شحال من بومسي حافظ في التيكواندو؟ انا ما كنعرف لا بومسي لا بومس، انا سمعيني نهضر معاك نيشان. شوفي انا سمعي انا انسان عشوائي كنخدم. شوف حيت انا تبارك شحال ديال الاساتذه ديال التايكوندو تواصلوا معايا شخصيا، والله الا انا غنقول لك على الهواء، وطلبوا انهم قال لك هذا السيد اللي كيقول عنده التخوازيام دان يورينا الدبلومات ديالو. شنو ردك؟ انا عشوائي، انا كنتريني عشوائي، انا الصمته الكحله، انا كنتري، انا كنعطي الراس على حساب القدرات ديالي.
قال لك كيعطي هو بصراحة، باش نهضروا بصراحة. القدرات ديالي انا كنحسب على غادي على القدرات، انا فيا سنين وانا كنتريني، يلا علقت الصمت الكحله، يلا علقت دابا انا علقت راسي الصمت الكحله. علاش وصلت للدرجه ملي كنت في الحمراء كنت ترينا الحمراء وصلت الحمراء، ما يمكنش ليا انا دابا انا كحله دابا وانا باش نقولوا عندنا تخوازيام دان ولا بروميير دان ولا هذا، خص كندوزو امتحانات، كندوزو كنحفظوا لي بومسي والكاتا لي بومسي وما دوك الحركات فهمتي. انا غنوريك هادشي ان شاء الله تورينا اختي العزيز، اسمح لي انا غنوريك. انت اللي البطل اللي كتفتخري بيه، انت عندك شي واحد بطل كتعرفيه انا بفتخر براسي. تتفتخري براسك، ولكن سميرة انت يا وليا ما نقدرش اخشي فهمتي. لا الوليه راه قادره شوف زميلنا طارق دار الكاس، حيد لي هذيك المصطلح ديال الوليه. الوليه قادره تنزل معاك للميدان. انا سيدي انا مستعده، انا نعلمك لي بومسي باش تستحق تكون عندك، تقول انا عندي بروميير طان، انا مستعده ندير معاك تحدي، ما نجيبش كسيدي بطل. انا كنقولها على الهواء، انا نتمرن معاك، انا نتريني انا وياك، ما تخافش. انا مستعد. البونسيه هذه لا حيت واكله في رجليا داكشي علاش. لا دابا تشكرفت علاش؟ حيت رجليا مريضه ما بقيتش كنتحرك، دابا هادي 4 ايام ولا مرات 5 ايام ما بقيتش كنتحرك، غادي نبدا نتطلق. انا راه دغيا كنتشكرف عاوتاني، انا علاش كنتريني يوميا؟ انا بغيت نشوف غير شي غير شي غير شي غير شي، حيت تخوازيام دان وهاد الهايله مان وهذا، راك بيت تحابيت الشارع المغربي مبارك. فري 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 فري. وانا شوف انا بطل، انا كنعترف براسي بطل، انا اللي سولتي اللي سولتي عليا الناس وولاد الحومه وسولتي عليا، راه كندير حركات، راه الناس اللي كتحضر ليا كنمشي للمنتزه، كنمشي للهرهوره، كنجري كنجري من هنا للمحمديه، من هنا للبوزنيقه. راه جريتي ذاك النهار وراه ترى نفعني جدرا، هادشي ها جدرا كينفع الشيء. انا كنوصي حتى الناس، تنوصي حتى الناس العاب القوه، ضروري اخوان من العاب القوه باش بعض الخطرات كتحصل. شكون البطل اللي امنيتك تنزل معاه في نزال وتحدي قدام الناس؟ ريكوفر هوفن. شي بعيدة. شوف 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 شوف، لان هو بغيتي تنتقم البدراري ياك؟ انا بغيت ننتقم البدراري، ما حملتو صراحه والله، نهضر وتحيه لخويا بدر هاري. شوف صراحه انا بغيت نوجه ليه النوت وميم طون نوصلوا ليه رساله. بدر هاري مسكين مؤخرا لاحظت وليت كنشوفه في لي ماتش ولا كيخسر بزاف ولا كيخسر، وهذاك ريكوفر هوفن هنا فين حقدت عليه ولا ديما كيسلخ لينا بدر هاري هنا فين انايا. بغيت علاش دابا كنتريني ريكو فيرهوفن؟ انا بغيت نوصل لك رساله واخا ما يفهمنيش بالعربيه. اي وانا ويلكم ريكو فيرهوفن، اي ام عادل ماتري بورتورز، اي ليف ان تيمارا، اي ليف ان كابيتال اوف موروكان، اي وانا كومبات كومبيتيشن فور يو اند مي، فور يو اند مي اند لايك ذا وومن. This is the Saint-Tier Noirs. This is the Saint-Tier Noirs of the course of future nice combos. سالينا يجاوبني سميرة، والله إلا حشوم عليك وحق الرب، والله إلا حشوم. سميرة شوفي سميرة، أنا ما تنبغيش شوف سميرة، وما مش أنا أضحك أختي كتضحكي حاشا، بالعكس أنا غير شفتك حيت خلطتي مع أشي سميتو ريكو فيرهوفن. أنت ما عرفتش ريكو؟ ما تنعرفوش أنا، خليني بارك عليا عرفتك حتى في الصحة هادي وغيخرج لي العقل معاك. تريكو دابا حتى الميساج ديالك غيوصل لي مخربق، ما غيعرفوش يترجم بالعربية لونجلي فرونسي، القضية عندك مخلطة. شوفي اختي العزيزه لونجلي هي هذيك، انت ما كتفهميش ليها، ما قارياش انا، اقبل عليا وصافي. لا حاشا ولله، انا نحترمك اختي العزيزه بكل شيء. شوف غير هما الناس راه فهموني، الناس راه فهموني، اللي كيهضروا بلونجلي راه فهموني. انا قلت ليه ريكو فيرهوفن ويلكم، مرحبا ويلكم ريكو فيرهوفن، يعني مرحبا بك. اي ام ادير مونتري بورتورز، انا سميتي مونتري بورتورز، اي ام كابيتال اوف موروكو، كابيتال اوف موروكو يعني في العاصمه المغربيه انا اتواجد. اي وانت ذا لايك ذا ويمن ذا فاك ذا بيتو غورس ماورس، ما تفهميهاش هذه، هو اللي يفهمني ريكو فيرهوفن، الناس اللي كتهضر بلونجلي يفهموني. انا بغيت معاه مقابله، ذيس از ذا كومبيتيشن از ذا كومباز فور كونتاكت تيكواندو 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 كيك بوكسينغ اوف هورس، كل شيء انا معاك. اوف هورس اوف هورس هي كل شيء، اي حاجه
سميرة والله شوف والله سميرة ما تبقاش تحكي عليا ما تبقاش تحكي عليا حق سي جي بي انت يا ركينة حق سي جي بي انت كده سي ديالك ركينة انت مش تبكينة وميمة وش هو معكم هكا في الدار ديما ديما ها ديما معناها هكا دابا هذيك الصنطة ديال الفينوار ديالك ديما نقلب عليك راه فاهد عادي ما بقاش هاد بديك دير بيها اللايف ها ديما في مرة جيت لبست البينوار كنت نقلب على الصنطة كنعرف عادي اللي هازة ديما البينوار يعني فين ما كتقلبي على الصنطة ديال البينوار كنعرف ديالك عادي هازة كتلقاي عند عادل عند عادي اجا عادل اخويا باش نختموا معاك ما ذلك يعني فين ما كتقلبي على فين ما نقلب على الصنطة ديال البينوار كنلقى عادي اللي هازة ليا ديما هازة الصنطة ديال البينوار هذيك البينوار بعدا ديال الدوش ديال الدوش البينوار ديال الحمام ديال الحمام البينوار ديالي ديال الحمام كتقلبي على الصنطة ما كتلقايهاش كتلقاهاش كتلقى عارفة عادل هازة رسالتك اللي تبغي توجهي للاخت اللي اتهمت الزوج ديالك بالتحرش كنقول لك اختي الله ياخذ منك الحق وحنا درنا فيك الخير ودخلتك للدار وكلتك طعامي وغدرتيني وفي الاخر كتعاني نمشي كلام ما في ما يتسمع وما عندي الاوديوات راكي سمعتيهم الله ياخذ فيها الحق وانا كنت بغيت نتبعك قانونيا انا نتبعك قانونيا وقضائيا في ديك الاوديوات اللي مصيفطه لي ابار داكشي ديال اللي عاودت في شفتي بي راك سمعت الاوديوات كامل 10 اوديوات راه كامل وعندي ابيلات تهديد في يعني الابيل من غير اوديو من غير اوديو راه عندي تهديدات في ابيلات كلشي مسجل كلشي داير لي تسجيل مخبي عندي في التليفون سميرة انت عيقتي عليا اقسم بالله عيقتي عليا والله الا عيقتي يا سميرة وصافي انا بالي خاف من السيد خاف من اللي سميرة شوفي بغيت نوصل رسالة ما تسقطاش ليا ندير بها ضراري والله ما تسقطات ليا بالرب انا مغربي شوف ها مغربي ها مغربي نموت على بلادي ها نموت على بلادي ولاد بلادي وتحية ولاد بلادي وبنات بلادي سمعي وتحية بلادي وعاش الملك سمعيني اختي بدر هاري ثلاثة الخطرات هو كيخسر مع ريكو فيرهوفن وكنت نتفرج فيه وكنت نبكي اقسم بالله الا كنبكي علاش ما يتكرفش ولد بلادي نبغي ولد بلادي يربح ويهز الدرابو والنشيد الوطني يخدم الكاسك باش عنتريني انايا تنتريني انا سمعيني ريكو فيرهوفن وصلوا ليه الميساج وانتم عاد تبارطاجيو الفيديو ريكو فيرهوفن وبربي اقسم بالله الا ما عرفت الا ما سلختوش الله يعطيني مصيبه الا ما سلختوش الله يعطيني مصيبه ندخل في المود هذا انا اللوج انا علاش صار الله يتصر الله يتصر الله يتصر المهم تحياتي عادي تبارك الله انا صافي ما بقيتش قادر استودعكم الله مش كثير لا كاش